هنروح لربعينا، ربعين رفع الاثقال. مصر، ما انتم عارفين ابطال مصر في رفع الاثقال ليهم وزنهم العالمي. بعدنا 3 سنين نتيجه الايقاف، حرمنا من بطوله الاولمبياد طوكيو 2020، ولكن ها هنا عدنا مره اخرى ابطال ربعين مصر في رفع الاثقال، واللي بيشاركوا في بطوله العالم اللي هتتعمل ان شاء الله في كولومبيا. سافروا خلاص المنتخب وبيشارك. طب مين اللي مشارك؟ من عندنا 4 لعيبه والقائمه بدهم هقول اساميهم كلهم. نور عصام في وزن 49 كيلو جرام، وساره سمير في وزن 67 كيلو جرام، وسمر حبشي في وزن 87 كيلو جرام، وحليمه عبد العظيم في وزن 87 كيلو جرام، ومحمد محمود سليم في وزن 96 كيلو جرام، وعبد الرحمن محمد في وزن فوق 109 كيلو جرام. وبيضم الجهاز الفني علاء الدين حسن كامل مدير المنتخب، ومدربين بانكي واسماعيل السنوسي ومحمد سمير اداري، ومحمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري رفع الاثقال كرئيس بعثه. طبعا مستنيين منهم الكتير، لان دي اكبر بطوله هنشارك فيها بعد الايقاف الحقيقه، وهي بطوله العالم في كولومبيا. محتاجين نرجع تاني لصدارتنا، محتاجين نقول احنا هنا، عشان ده هيكون فتحه خير علينا ان شاء الله في 2024. خلي بالكوا خلاص احنا نعتبر في 2023، ايام قليله وينتهي العام ونستقبل عام جديد 2023. ان شاء الله يكون عام سعيد على الرياضه المصريه، ولابد من رفع الاثقال يعني يثبت حضوره بقوه في كولومبيا. ولو لو لاحظتوا الاسامي هتلاقي منهم شباب كتير. ونعمه ما شاركتش، اللعيبه طبعا كبيره بتاعتنا، بطله العالم وبطله اولمبيه، ما شاركتش عشان عندها اصابه. ولكن زي ما حضراتكم شايفين ساره سمير، وعندنا لعيبه كتير من الشباب، وهو ده اللي احنا عايزينه. جيل جديد بيطلع قادر، ولكن عايزين نثبت حضورنا بشكل كبير في كولومبيا. منتخب كمان بيستعد بمعسكر، كان يستعد بمعسكر مغلق في جورجيا، وده كان مهم جدا لمده 20 يوم. 20 يوم مش كتير ومش قليل، ولكن ان شاء الله يعني فتره مناسبه، كنا نتمناها طبعا اكبر من كده، ولكن مش فتره قليله. ان شاء الله يكون اعداد جيد، ننتظر ان شاء الله من ربعنا اثبات حضورهم بقوه في كولومبيا، عشان ده يبقى رساله لكل طبعا يعني الابطال في الدول الاخرى ان مصر قادمه بقوه باذن الله. وحذاري حذاري حذاري من المنشطات، حذاري من المكملات الغذائيه. انا بنادي من هنا يا جماعه، ركزوا في هذا الموضوع. لو لا قدر الله بيتم تحليل هناك اللعيبه واللاعبات، بيتاخد عينه عشوائيه وبيتحلل الكل. فيا جماعه ربنا يستر، يا رب يكون الاتحاد يستعد بشكل جيد، يا رب يا رب يكون بالظبط الاتحاد الدولي قفل الملف بتاعنا بتاع المنشطات بغرامه ماليه، اكتفى بالغرامه الماليه، مش عايزين نفتح الموضوع ده تاني. وقال ان المنتخبات المصريه تحت المنظار، يعني احنا طبعا ما اكيد الموضوع اتقفل نتيجه تحركات اللجنه الاولمبيه المصريه والاتحاد ووزاره الشباب، واتقفل الموضوع اللي فات بغرامه ماشي، ولكن اللي جاي الاتحاد حذر وقال المنتخبات المصريه تحت الملاحظه، لان احنا طبعا لينا هيستوري ليس متعمد في المنشطات. طبعا احنا هنا في مصر ما عندناش اي توجه، الا اذا كان هتلاقيه في كل الالعاب، ما عندناش توجه في المنشطات، ولكن بتبقى حالات فرديه للاسف اتجمعت. اللعيبه بتروح تاخد منشطات، مش منشطات، بتاخد مكملات غذائيه من نفسها. طب ده كلام ده ينفع؟ فيا جماعه انا مش خايف من تحكيم ومش خايف من المنافسه، لان ربعينا على مستوى عالي، ولكن انا كل اللي خايف منه هو هذا الموضوع ده، يكون اللاعب خد بروتينات، خد مكملات غذائيه بتدي كربوهيدرات بتدي طاقه، بدون الرجوع للجهاز الفني واللجنه الطبيه غير معلومه المصدر، يتعمل له تيست نيجي نبص نلاقي التيست ايجابي، لاعب 2 3 يقول لك لا دي مش حاله فرديه، دي حاله جماعيه، اوقف مصر تاني. يبقى احنا كده هنخش في دايره مفتوحه، او دايره يعني فوهه مفتوحه مش هنعرف نخرج منها، وكل شويه هنبقى في هذا الموضوع. انا بحب واعيد هذا الموضوع ليه؟ لان ربعنا احنا خسرناهم في بطوله طوكيو، مش عايزين نخسرهم تاني في باريس 24.